السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في درس اليوم. فاليوم إن شاء الله سنتعرف على بعض الصفات التي نستعمل لوصف الأشخاص باللغة الفرنسية. صفات لوصف الأشخاص بالفرنسية، فلنبدأ على بركة الله. فالصفة الأولى لعنا ذكي وذكية، فكل صفة سأذكرها بالمذكر يعني المشكلة والمؤنث الفيمينة. ذكي انتيليجون، ذكية انتيليجونت، في المؤنث نضيف او انتيليجونت. طموح امبيسيو، فهنا التي ننطقها بس امبيسيو. طموحة امبيسيوز. لطيف جونتي، فهنا ال لا ننطقها، نقول جونتي. ولطيفة جونتي. كريم جينيرو، كريمة جينيروز. سعيد heureux، سعيدة heureuse. صريح فران، فهنا سي لا ننطقها، نقول فران. صريحة فرانش. فضولي كوريو، فضولية كوريوز. صبور باسيون، صبورة باسيونت. جاد سيريو، جادة سيريوز. عنيد تيكو، عنيدة تيكو. نفس النطق، الاختلاف هو كنضيفو او في الفيمينا، دونك تيكو. ممل ennuyeux، ممله ennuyeuse. مسلي amusant، مسلية amusante. مجنون fou، مجنونة fol. ساذج naïf، ساذجة naïf. عصبي nerveux، عصبية nerveuse. أنيق élégant، أنيقة élégant. موهوب talentueux، موهوبة talentueuse. شرير méchant، شريرة méchante. وقح grossier، وقحة grossière،
grossière grossier grossière نشيط actif actif نشيطة active active actif active رياضي sportif sportif رياضية sportive sportive sportif sportive مبدع créatif créatif مبدعة créative créative créatif créative كسول paresseux paresseux كسولة paresseuse paresseuse paresseux paresseuse حريص attentif attentif حريصة attentive attentive فبالنسبة للattentif كتعني حريص فطن منتبه يقظ كلها كتعني attentif وأيضا حريصة أو فطنة أو منتبهة أو يقظة attentif attentive ظريف mignon mignon ظريفة mignon mignon فبالنسبة أيضا المينيون كتعني ظريف وسيم لطيف كلها كتعني مينيون وأيضا مينيون ظريفة وسيمة لطيفة دونك كتعني مينيون 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 خطير دونجورو دونجورو خطيرة دونجوروز دونجوروز دونجورو دونجوروز مؤذب بولي بولي مؤذبة بولي بولي فنفس النطق غير بولي في المؤنث أو الفيمينا كنضيف أ قاس كرويل كرويل قاسية كرويل 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 مستقل indépendant indépendant مستقلة indépendante indépendante indépendant indépendante عنيف turbulent turbulent فturbulent كتعني عنيف مشارب أو متمرد وعنيفة أو مشاربة أو متمردة هي turbulente turbulente turbulent turbulente متسامح tolérant tolérant متسامحة tolérante tolérante tolérant tolérante الآن غنمر لبعض الصفات اللي كنستعملوهم مع المذكر والمؤنث يعني مع الماسكولين والفيمينين نفس الصفة كنستعملوها مع الفيمينين والماسكولين مثلا خجول أو خجولة كتعني تيميد تيميد يعني تيميد كنستعملوها مع الماسكولين كنقول خجول ومع الفيمينين كنقول خجولة نتمنى يكون واضح لكم دونك خجول أو خجولة تيميد تيميد منافق أو منافقة hypocrite 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 أناني أو أنانية égoïste 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 محبوب أو محبوبة aimable 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 متواضع أو متواضعة modest 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 صادق أو صادقة sincère 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 حساس أو حساسة sensible 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 متفائل أو متفائلة optimiste 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 متشائم
أو متشائمة. pessimist pessimist pessimist. غبي أو غبية. stupid stupid stupid. شريف أو شريفة. honnête honnête. دونك يعني شخص اللي هو شريف، صادق، امين، وفي، نزيه، كيتسمى بالفرنسيه اونيت. فبالنسبه لاونيت كنستعملوه مع المذكر والمؤنث، يعني ايضا كنقولوا شريفه او نزيهه، صادقه، امينه، وفيه، ايتترا. اجتماعي او اجتماعيه. سوسيابل سوسيابل سوسيابل. هادئ او هادئه. كالم كالم كالم. واقعي او واقعيه. رياليست رياليست رياليست. متحمس او متحمسه. انتوزياست انتوزياست انتوزياست. وبهذا كنوصلوا لنهايه الحصه. نتمنى درس اليوم تكونوا استفدتوا منه وتكونوا تعرفتوا على بعض الصفات اللي كنستعملوا لوصف الاشخاص باللغه الفرنسيه. فنتمنى تشاركوا الدرس مع اصدقائكم واحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائده. ونتلاقاو في الحصه المقبله ان شاء الله.